المرأة الحامل في الأشهر الأولى كيكون عندها غثيان، يكون عندها تقيؤات، وهي لا تحب الأكل طبعا، فشراب الزنجبيل يساعد المرأة الحامل في الأشهر الأولى. الزنجبيل خطير بالنسبة للنساء، ما عرفتش أنا شكون اللي قال النساء يشربوا الزنجبيل، الزنجبيل خطير كيحرق في المتانة بالنسبة للنساء. اكتبوا هذه القولة التي قالها محمد فايد، اكتبوها بالذهب.